كتير تسمعوا فكرة إيه الفن المصري والقوة الناعمة وتقولوا طيب يعني قوة الناعمة إيه؟ لا ده إحنا عندنا كنوز ناعمة، يعني عندنا في الفن المصري ده كنوز. وجرب كده بس إن أنت تبقى قاعد قدام التلفزيون وترجع أبيض وأسود تروح ألوان، فتلاقي كمية إبداع فن وكتابة وألحان وغنى وحاجات كتيرة جدا. أنا بيسعدني جدا لما الاقي الثقافة يعني بتحتفي هي كمان بنجوم الفن وبالذات أصحاب السير المشرفة والتاريخ الفني الكبير اللي عملوا في الفن قدروا يسيبوا بصمة حقيقية. في معرض الكتاب السنة دي في يعني كتب كتيرة بتتناول سير فنانين مصر العظام زي الفنان العظيم والموسيقي والجميل محمد فوزي، وهو صاحب طبعا حياة فنية مليئة بالإبداع. محمد فوزي مش بس بيعيش في وجداننا، انت لما تشوفه حتى على الشاشة لازم يخطفك بغناه بلطفه بلذاذته بإتقانه، هو متقن جدا لعمله. أسرار كتيرة بتنشر لأول مرة هتكون موجودة وهتكشف الجانب كمان الإنساني والشخصي عن حياة الفنان الراحل. اللي هيحكي التفاصيل دي كتاب، وطبعا الكتاب ده يعني اكيد هيكون فيه كلمات وفيه حاجات كتير عن الفنان محمد فوزي. اسمحوا لي ارحب بضيفتي الكاتبه اميره منتصر. مساء الخير يا اميره. مساء النور، ازي حضرتك؟ منورانا. نورك، ربنا يخليك. يعني اولا عايزه اسالك، لماذا محمد فوزي؟ ليه اخترتي محمد فوزي تحديدا؟ والله قصه اختياري لمحمد فوزي الفنان الراحل محمد فوزي جت من 18 سنه. من تاريخ دخولي للأهرام، التحاقي بالأهرام، لأن أنا نائب مدير تحرير في مجلة نص الدنيا بالأهرام. اخترت محمد فوزي أقدمه علشان يكون تحدي أثبت بيه أن أنا صحفية ناجحة وإني أقدر أكون صحفية في الأهرام. قدمته وأنا بتدرب، وقدمت فيه في خلال سنة قدرت أجمع داتا. كان زوجاته الثلاثة كانوا لسه عايشين، وأولاده وأحفاده. وقابلتي الثلاثة؟ قابلت كله. وكانت زوجته الأولانية مدام هداية، كانت ده كان أول لقاء ليها. كانت رافضة خالص إنها يعني تتكلم أو تتحدث عن أي حاجة، بس الحمد لله قدرت أقنعها وقدرت أخد منها صور نادرة كانت بتنشر في الكتاب ده لأول مرة. وبعد ما خلص الكتاب ده كان هو دايما اقول عليه وش السعد عليا وسبب تعييني في الاهرام ودخولي للقفة الصحفية. احنا اكيد هنشوف صور اهي، دي صور، دي صوره للكتاب. أيوة. محمد فوزي والحقيقه بحييكي لانه اللون الاخضر لون خصب مبهج مليان حاجات ولايق على محمد فوزي. هو اخترته لانه زي ما حضرتك بتقولي فعلا انا حسيت دي شخصيه محمد فوزي. كان دار النشر عرضت عليا أشكال كتيرة للغلاف، لكن لقيت إن ده أنسب لون لشخصية محمد فوزي. حقيقي. الفنان محمد فوزي مبهجة. مبهجة. مبهجة جدا يعني. طيب إيه أكتر الحاجات اللي إحنا ما نعرفهاش وهنعرفها من الكتاب؟ تفاصيل مختلفة. بصي حضرتك، قبل ما أقول لك التفاصيل لازم أقول عن المكالمة اللي دارت بيني وبين ابن الفنان محمد فوزي دكتور منير محمد فوزي، ده موجود ربنا يديله الصحة، دكتور كبير. كنت بتكلم معاه وكان هو سألني السؤال ده. قال لي قولي لي انت هتقدمي ايه جديد؟ قلت له انا مش بقدم جديد، انا بفكر الاجيال اللي موجوده والاجيال اللي بتحبه والعشاق محمد فوزي بقدم لهم حاجه فيها حاجات يمكن مستخبيه شويه عن حياته زي كزوج وكأب وك كإنسان كإنسان. زي ايه؟ هو انا عايزه اقول لك على حاجه، انا لما دخلت واتكلمت مع كل زوجاته لقيت ان المسيطر على الفنان محمد فوزي عشقه لعمله لفنه، حتى عشقه لفنه حتى في تعامله مع كل اللي حواليه، مع زوجاته، مع كان يعني كل واحده فيهم بتحكي حتى عن طقوسه، ان هو ملوش طقوس، هو ممكن يبقى قاعد بيتكلم وفجاه يسكت يبقى طلع بلحن جديد. يعني اذا خلينا ناخد عنوان انه الفن هو نمرة واحد في حياة محمد كان نمرة فوزي. واحد في حياته مهما تعددت الزيجات ولكن الفن هو نمرة واحد. كان نمرة واحد بالظبط كده.
طيب ايه اللي حصل؟ يعني ايه الفرق انه يعني هو اتجوز كمان من فنانه وتجوز من شخصيه عاديه؟ يعني التباين ده كان باين في كتاب دي صور مع الفنانه الكبيره مديحه يسري. دي كانت الزوجه الثانيه بعد ما اتجوز مدام هديه، قعد كان زواج استمر 9 سنوات وانجب منها 3 ابناء، استاذ المهندس سمير ومهندس نبيل ودكتور منير. بعد كده بعد 9 سنوات راح اتجوز الفنانة مديحة يسري، ومدام هداية طلبت الطلاق وانفصلت عنه، وبرده جواز استمر 9 سنوات. ده رقم 9، ده رقم 9 مهم في حياة الفنان محمد فوزي. بالظبط، استمر 9 سنوات وكان حصلته أفلام كتيرة طبعا بينهم. طب هل هنا يعني الحقبة بتاعة الفنان محمد فوزي ومديحة يسري نقدر نسميها حقبة فنية للاتنين؟ بالظبط، حقبة فنية للاتنين، كان أعمالهم رائعة مع بعض وذاكرة السينما تذكرها لحد دلوقتي. أنا كنت لسه من فترة مشيرة على الصفحة عندي فيلم جميل جدا كنت أول مرة أتفرج عليه وحسيت إن أنا اكتشفته بصراحة. فيلم اسمه معجزة السماء. قصته جميلة وقصته لحد دلوقتي وإحنا بنتفرج عليها انا لقيت نفسي باخد ولادي وباخد البيت كله لان احنا نرجع تاني للابيض واسود وللحياه دي من تاني. فقصته كانت جميله، قصته كانت قدروا هما الاثنين كثنائي يعملوا عمل رائع. عجبني طبعا بساطه محمد فوزي اللي كانت باينه في اناقته، حتى يعني انا ما اتفرجت عليه هو كان ببدله وشيك على البحر ببدله حياته كلها. أيوة. وكان دايما يعني دايما اولاده يقولوا لي هو لما كان بيطلع يمثل هو مش بيمثل، هو هي ده طبيعته، ده هو محمد فوزي ما كانش بيمثل خالص. طيب انا هستاذنك استاذه اميره، هنقف هنا عند المرحله بتاعه محمد فوزي ومديحه يسري قبل ما نروح للمرحله الثانيه، وهاخدك معايا برضو عشان نتكلم برضو عن الفنانين والقوى الناعمه، لكن معايا مداخله كمان مهمه. المداخله المهمه للكاتب، يعني الكاتب والصحفي ايضا والمهتمه ايضا بالقوى الناعمه والسير لاصحابها، الكاتب ايمن الحكيم. وايمن الحقيقه مش اول مره يقدم تجارب او كتب، ولكن بيقدم مؤلف كتاب اسمه الحرفوش، والكتاب عن ايام عادل امام. فتخيل برضو يعني هياخدنا العالم شكله ايه وهنعيش ازاي. خليني امسي عليه الزميل العزيز والكاتب ايمن الحكيم. مساء الخير يا ايمن. اهلا مساء النور، ازيك؟ شكلي ازيك انت وضيفتك العزيزه يعني. اكيد انا سعيده جدا بنشاطك الدائم ودايما قلمك بياخدنا الى كتب احلى من بعضها. ايام عادل امام هتقول فيها ايه؟ الكتاب بيحكي عن ايه؟ هو بيحكي عن مصر الحقيقه، عن سيرة زمن. زمن كان من ضمن ابطاله الاستاذ عادل امام، وعادل امام الحقيقه حاجه يعني تجربه مصريه عظيمه جدا، انا بسميه رجل الارقام القياسيه. صحيح. بمعنى احنا السنه دي بنحتفل ب 60 سنه فن عادل امام. رحله عادل امام بدات سنه 63 في مسرحيه انا وهو وهي. مزبوط. مع الفنان الكبير فاضل المهندس، الدور اللي بسيط. كلنا فاكرينه الاستاذ سوي، دور بسيط قوي يعني. ده طبعا دلوقتي من 63 للسنه دي في 60 سنه، دي انا اشك ان في فنان مصري او عربي او عالمي صحيح امتدت رحلته مستمره ومنتظمه بهذه الألق والنجوميه زي الاستاذ عادل امام الحقيقه. صحيح. استاذ عادل يعني بدايته مع نجوميه السينما كان فيلم رجب فوق صفيح ساخن، اللي بالمناسبه كان زي الايام دي 18 يناير 79. تمام. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في 44 سنه على قمه السينما المصريه. صحيح. انا دي ارقام الحقيقه، يعني انت ما تقوليها لحد في العالم. صح. مين اللي يقعد نجم الشباك 44 سنه؟ اللي رحلته مع الفن تمتدت الى 60 سنه مستمره ومنتظمه وبهذا القلق، ورحله متنوعه، انت بتتكلم على سينما. صحيح. مسرح، تلفزيون، رحله متنوعه جدا يعني. وبعدين رحله فيها احنا شفنا فيها السلم، يعني اعتقد انه كل من عاصر هذه الرحله شاف الفنان الكبير عادل امام وهو يصعد السلم. الاستاذ عادل الفنان او نجم، انا بسميه النجم العصامي، الاستاذ عادل بدا من الصفر تقريبا، طلع نفسه
وما قررش حد وعمل لنفسه نموذج. على فكرة عادل إمام كان عبارة عن حالة جديدة في تاريخ السينما، الشخصية البطل. لو شفت الأبطال السينما قبليه هتلاقي طول بعرض بجمال بوسامة طبعا عادل أستاذ عادل كان بيقدم النموذج البطل المصري الشعبي اللي أنت ممكن تشوفيه على القهوة، في الشارع، في أي حتة في مصر، اللي هو ملامح الشخص المصري البسيط العادي اللي ممكن تشوفيه. بس هو طلع منه الحقيقة يعني طلع سينما مصرية حقيقية، أفلام مصرية حقيقية، عبر عن مصر الحقيقة. الأستاذ عادل تاريخ مهم جدا. أنا الحقيقة يعني لو عايز اتكلم ممكن اقعد اتكلم عنه 3 ايام. فهو اكيد احنا هنحتاج نتكلم معاك بتفاصيل اكتر ان شاء الله عن الكتاب. بس قول لي يعني اهم ابواب الكتاب. والله هو عباره عن سيره الاستاذ عادل فيها حكايات انسانيه وفنيه بتحكي عن هذه الرحله. وفيها انت مثلا كنت بتتكلمي عن ابو وديع الاستاذ جورج وسوف ربنا يعينه ويصبره. طبعا دي أزمة الحقيقة. شوف ابنه مات. أستاذ عادل كان في بيروت بالمناسبة، يعني أحكي لك قصة سريعة. كان بيعرض مسرحية هناك. قبل العرض بساعتين جاله خبر إن والده توفى. هو كان مرتبط بيه جدا وكان يعني الحقيقة متأثر جدا. بس هو عنده عرض بعد ساعتين على المسرح. فقالوا له المنتج وال يعني يعني صاحب يعني اللي هو شاري العرض، قال له احنا ممكن ناجل لبكره. قال له طب الجمهور ده ذنبه ايه الموجود ده؟ يعني الناس الجايه جايه تتبسط وجاي لعادل امام، فانا ليه اكن عليهم؟ دي حزني انا الشخصي. وعمل عرض الحقيقه ليلتها طلع كل الناس كانت بتصرخ من الضحك في الصاله وهو الوحيد اللي كان بيبكي من جواه. بعد انتهاء العرض الحقيقه وقف وبعد ما الجمهور تقفله فقال لهم النهارده انا فقدت ابي وسندي والراجل اللي انا احمل اسمه، وقعد يحكي عن والده. طبعا فالجمهور اللبناني قعد يتقف له 10 دقائق متصله. ما هو ده الزعيم، هو ده الزعيم. ده احترام للفن واحترام للناس واحترام للجمهور. طبعا الحقيقه انا متاكده انه كتاب مليء بالاشياء والمواقف الانسانيه، واكيد يعني مره تكون بقى موجود معانا وناخد وندي اكتر في الكتاب ان شاء الله. انا بشكرك جدا واتمنى لك التوفيق. الكتاب هيكون موجود في معرض الكتاب انا عارفه، وكل التوفيق ليك. الكاتب ايضا ايمن الحكيم مؤلف كتاب الحرفوش ايام عادل امام. زي ما كنا بنتكلم احنا عندنا كنوز كنوز. أنا عايزة أعود للكنز اللي معايا وضيفتي العزيزة الأستاذة أميرة منتصر. طيب إحنا وقفنا عند محمد فوزي، ووقفنا دي حقبة مهمة جدا. الالتقاء بينه وبين مديحة يسري أثمر عن مرحلة حلوة. هل ال9 سنوات هنا كانت خلاص المرحلة قدموا فيها كل حاجة؟ طيب خليني بس أقول لحضرتك حاجة. يعني أنا طبعا ببارك الأستاذ أيمن على الكتاب وباخد من كلامه كلمة كده، حكاية بداية من الصفر. بدايتهم من الصفر، فكرة الحقبة اللي فاتت واللي قبليها، وإن هم بيبتدوا من الصفر وبيبتدوا حياة فيها تصميم وإصرار على النجاح على الرغم من الفشل والوقوع والعقبات اللي قابلوها في حياتهم، لكن هم بيكملوا وبيصمموا لأن في هدف في دماغهم صحيح لازم يحققوه. صحيح. الأمثلة متقاربة. بالظبط. مشوار وتعب. بالظبط. مشوار وتعب شديد. تعب شديد طبعا، وتصميم على أن يبقى في انفراد في كل حاجة، في كل مجال، في التلحين وفي الغنى وفي التمثيل. كان دايما محمد فوزي مصمم انه يكون منفرد، حتى فكرته في انه يعمل المصنع كان انفراد. صحيح. لانه طيب كان اول مصنع. نكمل الاجابه عن مديحة يسري وبعدين نروح للمرحله الثانيه. اوكي. مديحة يسري طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هم جوازهم استمر فتره طويله، مش فتره طويله يعني 9 سنوات، ونتج عنه افلام حوالي برضو 9 افلام لو الذاكره ما خانتنيش. وهم خلفوا بنت وولد. بنت صغيره توفت، والولد اللي هو عمرو محمد فوزي توفى بعد والده بسنتين في حادث. صحيح. أليم. فكانت مدام مديحه يسري طبعا كانت في ألم شديد. الفتره اللي عملوا فيها كان بيتهم، كانت مدام مديحه بتحكي ان بيتهم كان بيت كل الفنانين موجودين فيه.
يعني هو بيت عباره عن استوديو، عباره عن استوديو، وكانت بتحكي عن الفنان محمد عبد الوهاب وفريد الاطرش وكل الفنانين انهم كانوا قد ايه موجودين في الوقت ده، وكانوا الاتفاقات على الافلام وعلى الاغاني وعلى الالحان كلها بتتم في البيت من خلال اجتماعاتهم طول الوقت. بعد مرحلة مديحة يسري، أولا هل أنت في الكتاب رصدة أيضا كمان، لأنه محمد فوزي الحقيقة أيقونة، يعني بنتكلم على التمثيل، وبعدين التمثيل ده حالة عنده، ده غير الغنى والاستعراضات والألحان، هو كمان كملحن أبدع، يعني عنده حاجات أبدع. النقاد الموسيقيين اتكلموا عنها كتير، بالزبط. إبداعات بالزبط. لحنية يعني. بالزبط. محمد فوزي لو هنتكلم عن الحقبة اللي هي بعد جوازه من الفنانة مديحة يسري، بدأ جوز الفنانة كريمة اللي هي فاتنة المعادي، وفي الفترة دي بقى بدأ يحصل موضوع التأميم. المصنع احنا برضو لازم واحنا نتكلم عنه، لان هو كان في الفتره بتاعت الفنانه مديحه يسري، وكانت بتحكي انها قد ايه بتنزل لابسه الافرول مع معاه وتقف مع العمال، علشان ده كان حلم ليهم هما الاثنين، يعني كان حلم مصنع. كان حلمه ان هو يعمل مصنع، وعلى عكس ما يصار ان هو كان من اسره بسيطه، لان هو كان راح باع ارض، لا هو ما كانش من اسره بسيطه خالص يعني. وبرضو بيثار على النت برضو بعض المعلومات المغلوطة الدكتور منير كان موضحها وأنا موضحها في الكتاب، إن هو كان شقيق ل 25 من الأخوات يعني، بس هو كان هم كانوا 16 ما كانوش 25. أيوه. وكانت شقيقته الفنانة هدى سلطان طبعا. اللي اتكلمت وكانت يعني مستمتعة وهي بتتكلم في الكتاب الله يرحمها، وأتذكر مقابلتي ليها بعد العدد ده، خاصة ان العدد ده كان بيضم زي ما قلت حضرتك صور هي ما شافتهاش. اكيد انا كمان بتفرج على الصور، هل الصور دي كلها في الكتاب؟ بالظبط. دي ده صورته في المصنع، دي صورته في المصنع. في المصنع احنا برضو لازم نتكلم عن المصنع اللي هو فكر في تأسيسه كأول مصنع موجود في الشرق الأوسط. احنا كانت الأغاني بتتعامل هنا في الاستوديوهات، وبعدين استوديوهات الإذاعة، وبعدين تسافر عشان تطبع في فرنسا. فهو قرر ان هو يعمل اول مصنع في الشرق الاوسط يوفر بيه حاجتين على البلد، يعني هو برده كان حته الوطنيه عنده شديده يعني. أكيد. كان عايز بعد ما كانت الاسطوانه ب 95 قرش بقت ب 35 قرش، وبقت الاسطوانه غير قابله للكسر وبتاخد اغنيه من الناحيتين. وشوفي هو هنا كمان كفنان يعني اشتغل في حاجه تفيد الفن، تفيد الفن وهو فاهم فيها، ويكفي احتقاره وهو فاهم فيها يكفي احتقاره لصوت ام كلثوم طبعا ونجات طبعا. يعني ام كلثوم كانت بتحلم بعد ما كان حلمه ان هو وهو صغير يلحن للفنانه ام كلثوم، بقت هي اللي بتطلب منه. وهو قدر من خلال مدرسته اللي هو يعني هو اتكلم على ان، لان انا طبعا من خلال الكتاب ده جمعت في ارشيف الاهرام كل الحوارات اللي اتعملت معاه في مجله الكواكب ودار الهلال زمان. أيوة. وتخيلت ان هو قدامي وعملت حوار معاه مطول. ايوه ما بكل بقى بكل الداتا اللي كانت عندي. وكان حلم الفنانة أم كلثوم، كانت دايما تتردد في البيت عندهم عند كريمة فاتنة المعادي زوجته الثالثة أيام تعبه، وكانت بتقول له أنت مش هترجع في كلامك، قبل بقى ما كان يقدم لها بمدرسته، لأن كانت مدرسة محمد فوزي، وده أنا ما أقدرش أتكلم عنه طبعا، أنا الكلام كتير وبيلحقني. بصي أنا عايزة أقول لك إنه لأن أنا سعيدة وأنا بتكلم عنه. أكيد. وإحنا نستمتع كمان، خلينا نقول للناس إن الكتاب هيبقى موجود في معرض الكتاب مظبوط المقبل، والناس تستمتع بذكريات. لكن الكلمة الأخيرة اللي حابة تقوليها على الكتاب إيه؟ الكلمة الأخيرة اللي حابة أقولها على الكتاب إن أنا بفكر الأجيال الجديدة بإن في ناس تعبت علشان تعمل حاجة. صحيح. وبدأت من الصفر. وبدأت من الصفر وأصرت أنا عشان شخصيا تنجل. أكيد عايزة الكتاب وإن شاء الله يجي لحضرتك بالإهداء إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. بشكرك جدا وبشكر كل حد بيقدم السير العظيمة. بشكرك أستاذة مرسي والكاتبة مرسي. أميرة مصطفى لكتاب أميرة محمد أميرة منتصر لكتاب يعني فنان كبير زي محمد فوزي، تفاصيل وحياة، وكمان هتشوف إنه الفن رسالة، والفن في مصر ما كانش رسالة بس لمصر،
كان رسالة للعالم العربي كمان، فعلشان كده فننا وصل لكل الناس. والنجوم اللي اتكلمنا عليهم في الفقرة دي، محمد فوزي أو كتاب الخاص كمان بعادل إمام، أنت بتتكلم على أيقونات تعبوا بدأوا السلم من أول درجة لحد ما وصلوا أنه يبقى اسمه محمد فوزي ويبقى فيه اسم كبير زي عادل إمام. هنفضل مكملين لأن مصر ولادة بكل نجومها وكل مبدعيها، هي دي مصر. الفقرة التالية هتكون فقرة صحفية، بس عندما يعني تكرم الصحافة، عندما تكتب فتتكرم وجوائز. مين أصحاب الجوائز وإيه الحكاية وإيه المسابقات؟ بعد شوية في التاسعة.